بعض، استند من استندات الاوت دور وهو البوب اب كاونتر، وفي ناس كتير بتتخض من طريقه تركيبه عشان حاجته كتير وسهل جدا ما فيهوش اي معقدات. بس ركزوا معايا، واهم حاجه عايزكم فيها تكونوا منظمين، وانت بتطلع الشاسيه والاجزاء بتاعه البوب اب كاونتر، البوب اب كاونتر تبقى منظم في شغلك قدام العميل، وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل ويتركب بسرعه ان شاء الله. يلا بينا نتفرج ونشوف ازاي طريقه تركيب البوب اب كاونتر. دي كده مع بعض اجزاء البوب اب كاونتر زي ما انتم شايفين. هو طبعا بيجي لي كل حاجه كده زي ما انتم يعني زي ما انتم شايفين، بيجي لي كل حاجه في شنطه الحمد لله بتاعته اهي، وكل حاجه بتبقى محطوطه في كيس. فانا عشان خاطر ما اتلخبطش قدام العميل وانا بركب المنتج وابقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لازم اكون منظم في شغلي. ما تتخضش من كتر الكميه، هو الموضوع سهل بسيط. لو انت اول مره تركبه هتاخد 10 دقائق، لو انت جيت تركبه ثاني مره مش هياخد منك اكتر من 5 دقائق. بس اهم حاجه في شغلك النظام، تمام، وتبقى عارف انت بتعمل ايه. طبعا بفتح الشنطه بطلع حاجتي كده بنظمها زي ما انتم شايفين. ده كده الاستندات الخشب، ده اللي هو الرف اللي فوق خالص، وده اللي هو في النص، تمام. بعد كده باجي على الاجزاء الشاسيه، بلاقي في حاجات كبيره وحاجات صغيره، ما تتخضش من شكلهم، الموضوع سهل خالص. بجيب كل حاجه مقاس واحطها جنب بعض، 6 6 و12، وعندك الزاويتين في 2 كبار و2 صغير، وده الشاسيه بتاعي وده الرساله بتاعتي. وتعالوا بينا نشرح ازاي هنركب دول كلهم ازاي في ده، الموضوع سهل وبسيط. نخلي بالنا اهم حاجه في الشاسيهات، لان هو ده يا جماعه ده يعتبر اغلى حاجه في الاستاند بتاعنا. يلا بينا كده ننزل نشوف ازاي هنركب الشاسيه. بنحطه على الارض. طب انا اعرف عديته ازاي؟ طيب انا هاجي افتح كده الاول، بسم الله، انا كده هفتح الشاسيه، كده الشاسيه طالع معدول معايا. طب لو انا اول مره اركب البوب اب كاونتر وما طلعش معايا معدول زي كده مثلا، وقمت فاتح ولقيته معوق، ما تخضش واحسب ان كده الشاسيه التاني مني، لا، انزل تاني بالراحه واقوم عاوق ومعوق واقوم فاتح الشاسيه بتاعي بالمنظر ده زي ما انتم شايفين، تمام كده. ونبتدي بقى نركب واحده واحده مع بعض اللي احنا راصينه. نيجي الاول للزوايا اللي هناك، اللي هي الحتتين الكبار والحتتين الصغيرين اللي انا قلت لكم عليهم. نجيب الكبار الاول، الموضوع سهل خالص. انا هاجي كده عشان التصوير تعرف تتفرج، حط واحد ادخل برده من هنا بالراحه خالص، تمام، والصغيره بحطها تحت. ونفس الكلام اللي انا عملته هنا بعمله الناحيه اليمين، مسكت الجناب انما لسه ما مسكتش الشاسيه نفسه. طب دلوقتي انا عندي اجزاء صغيره ووسط وكبيره ووسط، ده فين وده فين وده فين؟ ما تهش بالراحه، هو بالعين المجرده الصغير اهو، عندي حاجات صغيره، لف الشاسيه بالراحه واقوم جايب كده اصغر حاجه، وطبعا وشها لبره بالمنظر ده من فوق كده، نفس النظام. وهعمل اللي تحت برضه نفس النظام كده. انا خلصت ظهر الشاسيه بتاعي، نخش للوش، تمام، برضه اهو نفس النظام، عاشق ومعشوق، ادخل، الموضوع سهل جدا. اهم حاجه عشان اخلص حاجتي بسرعه انت، وصح ان انا اكون منظم في شغلي، نظام شغلك ده الاساس. كده انا خلصت الجناب وخلصت الشاسيه من ورا ومن قدام. طب الشاسيه بقى هيثبت ازاي؟ ايه اللي هيمسكه؟ كل ال 12 عمود دول بيتركبوا ازاي؟ كلهم مستوى واحد. باجي كده في سهم هنا وفي فوق مجرى بتخش فوق. اجي هنا من قدام. السهم فوق وداخل بالراحه زي ما علمتكم في الفيديو بتاع البوب اب وهتلاقوه في اخر الفيديو. وهنا برضه السهم نفس النظام، بخش وداخل من جنب شمال او يمين بالراحه خالص عشان الشاسيه. كده انا ركبت، يعتبر قطعت نص الطريق، انا كده ركبت الشاسيه بتاعي فردته مظبوط مع دول، ركبت الجنب الشمال والجنب اليمين، وركبت الخوص اللي ورا والخوص اللي قدام، وادي التثبيت، عصيان التثبيت المعدن، 6 قدام و6
ورا. هبتدي بقى افرش المقاعد بتاعتي. مروحه كده اخش الكيرف واقوم نازل. نفس النظام مروحه كده اخش الكيرف واقوم نازل. تثبت معايا لازم اخد الخشبايه دي تبقى اخد مظبوطه مع الخوص هنا عشان تثبت معايا. ما تبقاش تروح هنزل سنه كده مثلا لو اتشربت وجيت تلعب، لا لازم ادخلها كده لحد الاخر وهنا عشان تكون مظبوطه اهي حكمت معايا. بعد ما ركبت الرفوف اللي تحت وركبت الشاسيه بتاعي ابتدي بقى اجيب الرساله بتاعتي مروحه، وهي عباره عن الماجنيتيك اللي هو بيلزق في الشرايح المعدن اللي انا ركبتها في الشمال واليمين ومن تحت وفوق او ورا وقدام. بروحها كده امسك الرساله بتاعتي وبروحها كده، طبعا مش هتبقى معموله من اول مره، فانا هاجي هنا كده بالراحه والزق الماجنيتيك اهو، هو بالراحه الموضوع سهل خالص وجاي من قدام اهو، الماجنيتيك بيلزق لوحده. كده انا ركبت الرساله بتاعتي، ركبت الشاسيه الاول وركبت العمدان المعدن بتاعتي، وبعد كده فردت زي ما انتم شايفين الرساله بالماجنتيك على الشاسيه. هجيب بقى اخر خطوه وهي الترابيزه بتاعتي. دي الترابيزه الخشب بفتحها بالراحه كده تمام. عندي هنا في بنز وهنا في بنز، عندي اربع بنزات بينزلوا هنا في كو 1 2 3 4 في الشاسيه، البنز بيتحط هنا عشان يثبت. اقوم فاتح كده بالراحه واقوم نازل على بعد واثبت النبات شويه واثبت كل بنز في البذرة بتاعه. كده انا ثبتت الجنب الشمال وبثبت الجنب اليمين. ده كان طريقة تركيب البوب اب كاونتر، يا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.